السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم يا شباب في الحلقة الخامسة من والأخيرة من تختيم كراش الجزء الثالث. يلا نبدأ مع مرحلة 21. شوف آخر شيء لازم تكون صعبة، يعني صعبينها شوية شوية حبتين. يا الله دين دين. هذه مراحل المستقبل. ما فيها شيء مميز. الله الله ويلا ابتداء. لا ايش الارسل هذا سهل بصوري لا يا الله في هنا صناديق مخفية بس طبعا ما تجي جاي ستاندراك على السنون ستاندراك على السنون لا 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 ضبيته خش سيدي لا 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 آخر شيء يلا كويس طولت والله في المرحلة يا حبيبي
بالعافية خلصنا مرحلة 21 بثلاثة. شكرا شباب، معليش راح اسحب على مراحل لان الوقت ضيق برا. انا حط وقت التخزين زي ما قلت لكم اكثر من 30 دقيقة، اكتب له وقت. يلا شوف درجات سباقات معروف على الدين و طيارات كراش. يلا لعبنا الطيارات المرة اللي فاتت بشخصية كوكو، نجرب شخصية كراش. يلا يلا يلا، ما الذي يطيح طيارات، ما طيح بالونات. يا شيخ اشتري راح طيارة. طب 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 جنون هناك. لا اصقعوك شيء، اضغط اكس. يلا سلام وطيح سنة 50% بس ورقة بطبق. طب 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 يلا بس باقي اخر واحدة. يا ويلي وين هي وين هي؟ وين الأخيرة؟ هي هذه. يا ابوي بعيد عن الطيارة حمام انت. هو في طب هناك. يلا طاح لأول محرك. يلا عدناها، ترى سهل اسهل العاب الجزء الثالث في الطيارات، واخس شيء في هذه مراحل البحر وحقت كوكو منها بالقارب. هذه تقص للواحد. طيب يلا نشوف رحلة سهلة ثانية. هذه ظلمة ظلمة، هذه أحب مرحلة دي تعجبني. لازم تكون سريع وكذا، لازم بالسرعة كذا، ما لا توقف. وقفت راح عنك النور. يلا 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 خلاص، بعدها بلعب عد الزعيم. خلاص كان اخذت من اللعب. كويس تونا اقول امدح نفسي اقول كويس. تحدي الكوبرا خسيسة. كويس عطيه هذا الحين. ماشي
يا تمساح ابعد عني يا تمساح. ايه هنا النو، شوف يا شباب. يا ابعد عني انت بوشواك. لا لا تنصك علي يا باب. لا او ماي جاد او ماي جاد. ابعد عن هذه، ابعد عني. جاني مسامير. يا الله عني ابو كلي. ثلاثة دقرات. ما علي منكم. ما علي منك. لا 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 عند الحفظ يا شيخ. تحذير كوبرا. لا كملت كملت. ابتك 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 ابتك. كوبرا كوبرا ابتعدي. هيني لا 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 تنفك علي يا بابا، لا تنفك علي. لا 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 افتح افتح. مالك زين. لا تستنى لا تستنى، توقف وتضيع عليك الحشرة. يلا بقلل الخسائر. يلا يا شباب الحين اعتبرون عديت المراحل الناقصة. معليش الوقت الوقت بدأ مراحل خايسة، ترفع الضغط زي مرحلة السباقات، مرحلة بار البحر، ولا مرحلة على الدين. المهم ما علينا، نلعب حرف ال ابو درباش ذا. يلا نعديه. دكتور ما ادري قال لك اشكال كركش كرك بليك 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 اوت. يلا يا ابدقر. يلا يا ابدقر. يلا يلا. طيب طيب Crash Bandicoot for the last time. Give the crystals to me. اسري بس ما نعطيك شيء. هني هني ناك. ما يمديك تضرب حرف، ما يمديك ما يمديك. خلي لما يرمي قنابل. لا لا انا اللي جابني بجنب. اوف يا مام سنون. لما يدوخ دف على هذه خليه يطيح بالحوض. يلا ثاني واحدة.
بعدين لي أكان ضار هنا اللي تم يفجروا مع بعض ولا العصار؟ اوه العصار خلك هنا اللي اجل سوى العصار خلك هنا ورا عشان تشوفهم هم الحين القنبلة ينفجروا مع بعض اخس شيء اخس من العصار يلا وش لا 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 بعد عني انت من القراب اللي يرميها لا 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 او ماي جاد سكاري بقنبلة الله لا يوفقه خذ لك الله خذ لك ضيعت فرصة الفوز قبل كملة عاد يعني لا كذا ولا كذا يعني نبدين نقرب منه ولا قرب من دول ثاني واحدة أسهل أسهل من الأولى أسري لا ترمي عليه لا ترمي عليه لا 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 يلا الاخير ان شاء الله ان شاء الله تجيبها بس عاد خليني اعطيها بقنبلة عاد لا 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 في الاخير فكيني بس لان صراحة وبعدين حكشني بقنابل الله ايوه يلا يلا خلاص خلاص النهاية نهاية لا نهاية والله نهاية بس تك وخلاص يموت الكلب استغفر الله العظيم يلا يلا لا ابعد عند الاثنين يلا انقلع الله لا يبارك فيك يلا خلاص تخيل عاد اطيح في الحفرة خذ لك عاد يلا
هذه نهاية اللعبة. Defeated again. This is not fair. Maybe I should retire to a nice. صاحبين اللعبة وبارك الله فيك. With a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. يلا يا شباب. كذا وصلنا لنهاية التختيم. عارف إن التختيم ناضج. في أشياء ميساون بس يلا مشوا عليه. يلا عساك استمتعتم. طبعا بعد التختيم ترى اللعبة مستمرة فيها مراحل سرية وفيها شغلات يعني اللعبة مستمر يعني ما الحب يعني تعمق فيها شوي. المهم يا شباب شوفكم في تختيم ثاني ان شاء الله. ما ادري يمكن اختمكم الجزء الثاني اختمكم الجزء الاول. يلا شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.